مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج مختصر مفيد اول ما اجى ابو جعفر المنصور دا يبني مدينه بغداد اختار قريه ومكان بالرصافه بجانب الرصافه حتى يبني بها مدينه بغداد مرات احنا نسال ليش بالرصافه غير المفروض بالكرخ يعني النهر يعتبر حصن من الحصون اللي تحمي المدن فيعزل وجيوش قبل تعرفون يعني حتى تتقدم بصعوبه تعبر تعبر النهر فليش اخذ الرصافه ما اخذ الكرخ؟ طبعا هذا دليل على انه لانه حتى القوات اللي جت دعمت بني العباس لتاسيس دولتهم هي من خراسان من جهه ايران. لهذا اختاروا الرصافه ولوجود قرية قبل ما تصير بغداد المنصور اسمها بغداد هناك، لان ابو جعفر المنصور من اجى اسس المدينه سماها المدينه المدوره، مدينه السلام ما سماها بغداد، بس انفرض اسم بغداد عليها لانه هو موجود سابقا وكل من يفسر التسميه تسميه بغداد حسب تفسيرها، ناس تقول بغدادا، ناس تقول بغداد معناها كذا بالفارسي ناس تقول بالعربي على العموم اكو شيء اسمه بغداد قديم يا بغداد كلفظ مو عربي فطغى الاسم على المدينة المدورة وعلى مدينة السلام سواها مدورة وصورها وبنى بعدين صارت مركز لدولة كبرى وعظيمة فاحتاجت تتوسع وبدأت تكبر فاحتاجوا انه يبنون ويكونون بصوب الكرخ ايضا قسم ثاني للمدينه واسواق ومساجد وهواي تفاصيل وظلت الناس تتململ داخل المدينه مش ما تكون هي مو كبيره فمن كثرة وصاروا بها مهن وصاروا هاي صار بها ازعاج فطلع اهل المهن خارج وبنالهم اسواق بصوب الرصافه وبصوب الكرخ نجي على الصوبين ذني الكرخ والرصافه اللي يقسمهن النهر دجله واللي أسساً لبغداد، طبعا الصوب الرئيسي صوب الدوله والحكومه والكذا هو من ذاك الوقت اقصد يعني هو هو بالرصافه، ولهذا نشوف كل الاثار اذا كانت عباسيه او اذا كانت عثمانيه مثل القشله او عباسيه مثل المدرسه المستنصريه كلها بصوب الرصافه، فالدوله كانت ومن جت الدوله الجديده والحديثه والسراي والكذا هو كله بالرصافة الكرخ قياسا بالرصافة أصغر أصغر كل شيء هو يعني حتى بالنفوس لحد حتى 1900 و عشر صار تعداد الرصافة ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف نفوس الكرخ ومحلاتها أكبر و... و... وشوارعها أكثر فنجي على التسمية حتى تسمية كرخ وتسمية رصافة ماكو شيء ثابت للمعنى يعني الكرخ يقال انه كلمة آرامية معناها البلد الحصين المدينة الحصينة كانت اكو الى اثار كان اكو بها شيء بالعربية الكرخ يقولون كرخ الماء ساقه الى موضعه الرصافة هو كل شيء مرصوف من الرصف اكو تفسير ثاني يقول لانه النهر بغداد يعني ما جاي عدل نعرف بانحناءات كلش هوايه وزوايا مرات يصير يعني كل كلش كبيره فالمي يجي بقوه يكرف او يكرخ التراب من من جهه الكرخ ويرصفه على جهه الرصافه فمن نائجة التسميه يكرخ الماء من ذاك الصوب ويرصفه على هذا الصوب فصارت هذيك الكرخ وذيك الرصافة وغنى فاضل عواد أردنشد الصوبين كرخ ورصافة على أخذ قلبي وراح هو اللي شافه والسلام عليكم